وقد استعدت وزارة الصحة لهذا العام بتجهيز 25 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وكذلك تجهيز 158 مركزا صحيا، وشارك 26,000 ممارس صحي وإداري لتقديم الخدمة المتميزة لحجاج بيت الله الحرام. والحمد لله تم افتتاح مستشفى الحرم المكي للطوارئ داخل الحرم المكي بسعة 20 سريرا، وتم توسعة تطوير غرف ضربات الشمس في 6 مستشفيات. وعليه يسرني أن أعلن سلامة حج هذا العام 1437-2016 ميلادي وخلوه من الأمراض الوبائية والمحجرية.